summer festivals. للسنة السابعة على الطويلة أطلقت مهرجانات جونيا دولية حفلاتها ونشاطاتها باثنين الشهر وبتستمر لغاية 15 الشهر. مين هن الفنانين والحفلات؟ كل التفاصيل مع سيدة زينة فريم. امبارح بلشتوا باول حفله، امبارح كيف كانت؟ احلى حفله، بتجنن. كان الافتتاحيه كثير حلوه ومكملين اكيد بباقي الحفلات. باقي الحفلات شو عنا؟ مين وكيف؟ بلشنا امبارح بحفلة وائل كفوري اللي كانت الافتتاحية تبع المهرجانات، ومنكفي ب 8 تموز 9 و 10 11 تموز للحفل اللي كلهم منتظرينه يلي هي نوتردام دو باري. واو. مع الفنانة العالمية اللبنانية اللي بنفتخر كلنا فيها هبة توجي، واكيد بالتنسيق مع أسامة الرحباني. اكيد. ومنكفي وراها بميوزيك هول باللبناني. نعم. مع كل الفنانين يلي بغنوا الاغاني اللبنانية المحت ب 14 تموز، ومننهي فيستيفالنا ب 15 تموز بالفايرورك ايفنت اللي كلهم ناطرينه. والفايرورك ايفنت هو مش بس فايروركس، رح يكون فاميلي ايفنت ببلش من 5 بعد الظهر وبيخلص اكيد بعد نص ليل. حلو كثير، يعني مش بس لانه عليك شغله قصه هيدا الفايرورك. هيديك السنة رحت عم بدنا نحجز عشاء وكنا محل بيطل على الفايرورك، رح اقول لك رابري لانه سعر الخازن هون رح اقطعه، هول الطاولات محجوزين قبل بشهر، قلت لهم ليش؟ قال لانه في الفايرورك بيطلوا على الفايرورك. يعني اليوم صار ايفنت. السنة الماضية كان في برايفت عشاء. انا كنت كان في برايفت عشاء عندكم؟ كل العالم كانوا. مش معقول. يعني وكل سنة احلى من سنة. بينطروا هيدا الفايرورك؟ It's an event by itself. يعني كيف سهرة راس السنة تنتظر بلبنان كلها. بجونيا عندنا حفلة الفايروركس تبع جونيا انترناشونال فيستيفال. هلا عم نحكي عن فريق وعم نسمع فريق، ما بعرف وين عم بيطلعوا. هلا رح اوصل لك على ميشيل بادل. السنة خصيصا زدنا شيء لانه نحن غيرنا الفينيو تبولنا. وصرنا على سي سايد على البحر. كل فينيو بتسمح لنا نشوف الفايروركس بطريقه كثير حلوه. انتوا غرتوا منه؟ ايه هيك بدك. من الاخر على البحر خلينا نروح على البحر. لا بس الحلو انه السنه كبرتوا ووسعتوا ومن دون ما تكونوا عم بتقللوا بالشق الاجنبي، لانه في نوتردام دو باري، بس مثل ما عم نشوف كثير وطني هالمره اكثر الفستيفال، ومركز على ناس مثل ميشيل فاضل ووائل كفوري والميوزيك هول. كثير ركزنا على هيدي الطاقه اللبنانيه اللي هي اكيد كمان، يعني ميشيل فاضل ميوزيك هول باللبناني ووائل كفوري، ووقتها اجى هبة توجي بنوتردام دو باري كانت بعد، يعني اذا بدك ذا تشيري اون توب اوف ذا كيك. زينا في فيديو رح نشوف فيه شوي شو بعد محضرين لنا بمهرجان جونيا، ودغري من بعدها بنتابع حديثنا. جونيا انترناشونال فيستيفال بريزنت اون جولاي 2 وائل كفوري. بيناتنا كله عتب، هيدا الغرام المستحيل يلي ما بيكمل. ذا فيستيفال اند اسامه الرحباني also present on July 8th, 9th, 10th and 11th Notre Dame de Paris with Hiba Tuwaji. Pour celui qu'on est. On July 14th, Music Hall Bel Arabi. And finally, for the 7th year in a row, the breathtaking fireworks show all over Junier Bay. On July 15th at 10:30 p.m. with Michel Fadel in concert. Tickets on sale at all Virgin Ticketing box office branches. أجواء رائعة جدا مثل ما عودتونا دائما بمهرجانات جونيا. أنا بدي لك إنه مهرجان جونيا من أكثر مهرجانات بلبنان تنظيمها رائع. اليوم شايفينك ميك اب ومظبطة حالك والفستان وبتعقدة، بس وقت المهرجان بنشوفك جينز وبولو لقطة جهاز وعم تركضي رايحة جاية كل الوقت، مش هيك؟ بدي لك برافو، لأنه الإنسان وقت يكون فعلا على الأرض وبحب عمله
النتيجه بتكون دائما رائعه، ومن سنه لسنه بنشوف الامبروفمنت يلي بتعملوه بمهرجان جوني، مش انه خلص اكتفيتوا انه عملتوا شيء على ستاندينج عالي بتحافظوا عليه سنه لسنه، بنحس كل سنه في عندكم تحدي جديد. مزبوط. من الاخر ليلى بن خليفه، من الاخر انا اول ما وصلت على لبنان ب 2014 سكنت بجوني وبحب جوني كثير، واكيد مع وجود هبه ونوتر دام دو باري رح روح ورح زور المهرجان. سلمي خازن من الاخر. انا بس رح ارجع على الفاير ووركس يلي شفته السنه الماضيه، وشايف يعني بيحكوا عن تبع موناكو الفو دارتيفيس انه شيء مهم وكل شيء، ماني شايف ابدا شيء مثل يلي عملتوه السنه الماضيه. شيء بياخذ العقل يعني والله. والسنه اكيد في افكار احلى واحلى رح تكون، كل سنه نحن بنجرب نطور افكارنا حتى نضلنا دائما على بدنا نروح نشوفهم. ايد اكيد اكيد. من الاخر بقول لك جود لك، وان شاء الله يكون فيستيفال حلو هالسنه، مع انه في عجقه بيكون دائما العالم كثير بتنق من ورا العجقه لانه جوني صغيره، بس اتس ورث ات. بس نحن عجقتنا فور ذا جود كوز، هيدا الفرق. Exactly. احلى بيه بالميديتيرانيه بيه جونيه. بقى بقترح عليكم فكره زياده كمان عن قصه ساري اللي قالها عن الفاير ووركس، لو بتعملوا مباراه لاحلى صوره للفاير ووركس نعملها، لانه احلى صور عم يطلعوا من الفاير ووركس اللي عم يطلعوا. جورج حرب للاخر. صراحه انا ملاحق هيدا المهرجان من اوله، وبعرف التيم تبعه وبعرف كيف شغلهم، ومن قلبي بتمنى لكم كل التوفيق له، وان شاء الله بعد يحلوا لكم هي قصه العجقه كمان، لانه بعد ما في غيرها تنحل يزبط كل شيء له دخل بجوني من المدينه للفستيفال تبعه. ورودك عادي. انا سن سكان جوني صحتي مجروحه، فيكم كلكم كاكيب. اكثر شيء بحبه غير اكيد المهرجان بحد ذاته والفاير ووركس، بحب كيف تعملوا قيمه للناس اللي عم تجي، هيك كيف تصطفوا اخر شيء نحن وظاهرين من الكونسرت بيير، بيسلموا وبيقولوا ميرسي لكل شخص بشخصه. هون بدي سلم على ساندرا وابعث لها بوسه. ساندرا مسكان كلنا بنسلم. فريم كل سنه تبهرونا اكثر من سنه، وقت الواحد بيتعرف عليك عن قرب بيشوف قديش انت عندك هالباشن، قديش انت عندك شغف بهالمهرجانات، وقديش فعلا من كل قلبك بتعطي لمهرجان جوني، واهم شيء انه النتيجه عم نقدر نلمسها وهالتطور عم نقدر نلمسه من سنه لسنه. بدي اقول لك برافو وجود لك بكل هالمهرجانات، وشكرا لك برافو. هيك شيء بنروح لمحل بعد في فقرات عديده. تابعينا من الاخر، خليكم تواصلوا معنا على فيسبوك تويتر وانستغرام على الهاشتاج عم بين باسفل الشاشه بريك، وبنرجع.